هناك قواعد تتعلق بالخطأ والنسيان. أذكر قاعدة تنبني على قاعدتين، أذكر قاعدة تتضمن قاعدتين: من ترك مأمورا ناسيا أو مخطئا فإنه يجب أن يأتي به متى ما تذكره، أما من فعل محظورا ناسيا فلا يلزمه شيء. فمن ترك مأمورا ناسيا صلى إلى غير القبلة فإنه متى ما تذكر يؤمر بأن يصلي إلى القبلة إذا كان بلا اجتهاد. ومثل ذلك إذا نسي صلاة فإنه يصليها متى ما ذكرها. أما من فعل محظورا كأن يكون أكل وهو صائم فإنه لا شيء عليه. قد ذكر هذه القواعد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بالقيم في كتاب إعلام الموقعين، وهذه قواعد مهمة للغاية. ويؤيد هذا من حيث المعنى أن ترك المأمور ترك شيء يراد تحصيله، متى ما زال المانع والعذر يأتي به. أما فعل محظور فليس هناك شيء تركه حتى يأتي به. فلذلك غايرة الشريعة بين ترك المأمور وفعل المحظور.